قادة ميدانيون للثوار تجمعوا للتشاور والنقاش لبحث تسيير الانتقال من الثورة إلى مرحلة بناء الدولة. هيئة شؤون المحاربين أخذت على عاتقها استقبال طلبات التحاق الثوار استعداداً لدمجهم في الحياة المدنية والعسكرية. هيئة المحاربين تتبع إلى الحكومة مباشرة، هي جزء من الحكومة أو هيئة تتبع الحكومة، تتبع رئاسة الوزراء بقيادة الأستاذ عبد الرحيم الدكتور عبد الرحيم كيب، ونحن نتم بالتنسيق بين هذه الحكومة والوزارات، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وبقية الوزارات، للتنسيق لإدماج جميع الثوار في هذه المجالات المدنية والعسكرية. مراحل عدة ستجتازها عملية الدمج لأكثر من 200 ألف مقاتل. المرحلة طبعا احنا المرحلة الأولى كانت مرحلة التسجيل، المرحلة الثانية حتكون مرحلة الفرز، المرحلة الثالثة حتكون هي مرحلة التثقيف، ثم مرحلة الإعداد، ثم مرحلة الإدماج. لا يجد الثوار مانعا للاندماج بل يرحبون، لكن لحمل السلاح الآن والحفاظ عليه ومبررات من وجهة نظرهم. فيه كلمة تقال يقول لك أنا لا نبي ندخل شرطي ولا نبي ندخل عسكري، أنا موجود تائر عندما أشعر بأن الحقيقة الداخلية سيطرت على الأمن داخل الدولة، ونرى رجال الشرطة في كل الشوارع وفي كل المنافذ وفي كل الأماكن الحيوية متواجدين وبقوة وفرضين سيطرتهم، نحن في هذه اللحظة حنتراجع إلى بيوتنا وحندخل إلى حياتنا المدنية. هو رأي له تأييد في الشارع، وإن كان بعض يشكو من كثرة انتشار السلاح وعدم انضباط، هو في نظر الحكومة وقادة الثوار فردي لا يعمم كما يقولون. يقول الليبيون إنهم خاضوا معارك ضارية لطي صفحة الماضي، غير أن أشرسها تجري اليوم في مرحلة الانتقال من الثورة إلى مرحلة بناء الدولة في طريق لا يكون معبدا بالزهور. طارق العاص، بي بي سي، طرابلس.